من أوائل المحافظات اللي شاركت في هذا الأمر محافظة أسوان، وأنا معايا على التليفون السيد المحافظ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. سيادة المحافظ مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ عمرو، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك وبالمشاهدين جميعا. اهلا وسهلا يا فندم. سياده المحافظ، لو يعني تعطينا صوره عن شكل هذه التحركات اللي حضرتك قمت بيها في اسوان، وانا شايف يمكن الان احنا بنعرض لقطات لحضرتك في احد يمكن المجمعات الاستهلاكيه او الاسواق التجاريه، لو يعني تضعنا في الصوره. أنا طبعا في البداية بقول لحضرتك إن كافة السلع متوفرة حاليا في أسواق وبشكل كبير جدا، ومفيش أي نقص في أي سلعة من السلع ده بشكل عام، لأن أنا ما لقيتش أي مكان دخلته ما لقيتش فيه مشكلة في نقص سلع. لكن طبعا إحنا في ظل ظروف اقتصادية عالمية، وطبعا شايفين الوضع عامل إزاي، وفي توجيهات قوية جدا من القيادة السياسية، بيبقى في لازم يكون في ضبط للاسعار وما يبقاش في تجاوزات، وخاصه طبعا ان في متابعه جيده جدا من السيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، واكد علينا كمحافظين ان احنا ننزل ونشوف بنفسنا. وفعلا على ارض الواقع احنا ما عندناش مشكله في اي سلع مش موجوده، ولكن في بعض الناس عندها موضوع ان احنا بيبقى عندنا تجاوزات. اكيد في تجاوزات، في ناس بتعمل مخالفات بتحاول ان هي بتشيع ان هيبقى في نقص في السكر او الرز او يعني اي صنف من الاصناف، فبالتالي بيحصل عليه هجوم يعني. ولكن حقيقي فعلا تنسيقي مع السيد يعني برضو السيد الوزير مدير التموين، وان احنا بننزل بشكل مستمر سواء يعني اللجان المشتركه اللي هي من مديريه التموين وجهاز حمايه المستهلك والشركه المصريه التابعه طبعا لوزاره التموين، بالاضافه لكل الوحدات المحليه، احنا عاملين زي ما تقول حمله مستمره ولا تنتهي ولن تنتهي اساسا، بان احنا نعمل كل الاجراءات اللي تخلينا نوصل بينا لمرحله لو لقينا تجاوزات من مغالاه في الاسعار او تفاوت كبير يعني او احتكار لاسعار معينه لبعض السلع المعينه، ان احنا نغلق المحلات ونشمعها ونعمل المخالفات. وبرضه بعدين عايز اقول لحضرتك، حتى يمكن لسه ما فيش من يعني من دقائق بسيطه، يمكن اخر تقرير جاي لي وده يعني لسه حتى لم اعلن عنه، يعني ان فعلا في اخر لجنه كانت موجوده حاليا دلوقتي فعلا لقيت بعض المخالفات، ويمكن لسه الارقام قدامي على المكتبه يعني 379 مخالفه، منها 179 ضد المخابز البلديه و150 محضر معمول لعدم الاعلان عن الاسعار، بجانب تحرير 9 محاضر ببيع ازيد من التسعيره المقرره، بالاضافه لتحرير برضه بعض المحاضر لبعض السلع المنتجه. دي حصيله كم يوم يعني يا سياده المحافظ؟ ده يومين يعني امس واليوم. فعايز اقول لحضرتك ان فعلا المحاضر بتتعمل وبتبقى فعلا يعني في التوقيت الحالي رابع للناس كلها بالكامل، لان احنا ما فيش تهاون في كافه الامور، وخاصه السلع المؤثره على المواطنين. وبعدين احنا عايزين برضو نقول ان احنا بنشتغل في سوق حر، عرض وطلب وكل ده كويس جدا، لكن السلع الاستراتيجيه السلع المؤثره على حياه المواطن ما فيهاش تهاون. طب التجاوزات اللي حضرتك اشرت اليها سياده المحافظ، هل في مجمعات سلاسل مثلا معروفه شهيره، ولا محل بقاله، ولا اسواق شعبيه؟ هل هي في المدن ولا في القرى؟ هو للاسف بتبقى برضه سلاسل ومعروفه ولا اسمها، وفي نفس الوقت لما بنتكلم بنقول ان لا داعي طبعا لذكر اسمائهم، لان في النهايه خالص بتحرر لهم المخالفه وبيتم الاغلاق، والمواطن بيعرف مين اللي تم اغلاق، لان احنا يعني بيتم قدام الناس كلها بالكامل والموضوع واضح تماما. يعني احنا حتى مش سايبين حتى السلع، يعني نقول ايه، حتى ما يخص المواد البتروليه اللي ممكن تبص تلاقي
في ناس بتجنب سكر، زيت، بتجنب اهم حاجه السلع الحاليه دلوقتي اللي بيحاولوا يلعبوا بيها موضوع الارز. الا ان عايز اقول لحضرتك ان الكميات اللي تم يعني دفعها من وزاره التموين 1290 طن في هذا الشهر، ومنهم 865 طن للتموين، والباقي ده معمول حر، 425 طن رز حر. ما فيش اي نقص في السلع الاستراتيجيه زي الرز زي ما بتقول حضرتك؟ اللي هي يا فندم؟ ما فيش اي نقص في السلع الاستراتيجيه؟ حقيقي والله انا دخلت كل الاماكن ما لقيتش نقص في اي سلعه من السلع، وخصوصا الرز كمان، ولقيت اصناف متعدده، وبعدين محطوط عليها غير ان هي يعني حتى يمكن يبقى فيه مثلا رز سوبر ما بيبقاش فيه حاجات زي اللي بيبقى فيها حاجات يعني بتبقى زي ايه مكسره شويه فيها نسب تكسير في الارز، لكن كل السلع محطوط عليها بياناتها واسعارها. وعايز اقول ان ما فيش حاجه تقلق، احنا الحمد لله في كنترول، واحنا يعني بنحقق ده على ارض الواقع بتواجدنا في الشارع، ودي طبعا التوجيهات اللي احنا فعلا بناخدها لازم تتنفذ. في نفس الوقت المواطن هو ده بالنسبه لنا المعيار، واحنا متواصلين مع المواطنين، واعتقد حضرتك يمكن من اكثر يعني الاعلاميين اللي بيكونوا على درايه ما يحدث داخل المحافظات، ويمكن محافظه اسوان حضرتك ليها متابعه خاصه صحيح، وبتعرف يعني كل المعلومات. وعايز اطمن حضرتك ان ما عندناش مشكله في اي سلعه من السلع الحمد لله. الحمد لله. انا بشكرك يا سياده المحافظ، سياده المحافظ اللواء اشرف عطيه محافظ اسوان.